قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. فوائد السوشيال ميديا تمكننا من إنشاء ومشاركة ونشر قصص أخبارية في جميع أنحاء العالم. نشر الأخبار العاجلة ويتم إعلام الناس في جميع أنحاء العالم بها على الفور. يعد التسويق عبر الإنترنت في هذه المرحلة مرادفا تقريبا لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يكاد يكون مضمونا للوصول إلى أكبر جمهور وإنتاج أكبر التأثيرات. أما من السلبيات أنها مضرة على العين وعلى العقل، وقد تؤدي إلى الموت. طريقة علاجها هي تقليل دخول مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومسهلا وأهلا بكم برنامج أحلى كلام بتقديم الأستاذ أسامة وعادل وآيتن. برنامج جميل. اليوم كان موضوعكم عن الإيجابيات والسلبيات في السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا يوتيوب، انستغرام، تويتر، يعني في بعض المشاهير في السوشيال ميديا ينزلون أشياء سلبية والبعض إيجابية. نذكر وش الإيجابية. طبعا بعضهم ينزلون إيجابية، مثل ينزلون يعني مثلا كل يوم آية من القرآن الكريم، ينزلون أشياء يعني تنفع الناس في العبادة. والبعض الآخر يعني ينزل أشياء اللي هي سلبيات، ينزل أشياء تغضب الله، يعني مثلا موسيقى وعزف وغيرها. والبعض من الإيجابيات ينزلون أشياء يحبها الله تعالى. فلنحرص جميع الذي عنده السوشيال ميديا بأي تطبيقات، مشهورا غير مشهورا، نزل الشيء اللي بينفعك في آخرتك. ذكر، استغفر الله، اللهم صلي على محمد، راح ينفعك، مو يعني أشياء لا تنفعك. فلنحرص على الإيجابيات في السوشيال ميديا وفي غيرها. الإيجابيات أهم بكثير من السلبيات. وشكرا، شكرا لكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم في برنامج مع شذا. اليوم حيكون موضوع حلقتنا عن السوشيال ميديا، وحيشاركنا الرأي الممثل القدير الأستاذ محمد الشمعاني. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله أستاذ محمد. حلقتنا اليوم عن السوشيال ميديا، ما هي إيجابيات السوشيال ميديا؟ بإمكانك تحصل على المعلومة بطريقة مختصرة في مجالات مختلفة جدا من أشخاص متخصصين فعلا. هذه إيجابية في تويتر. أيضا استثماره في عمل الخير، أي عمل تطرحه فيه خير ممكن نستثمر في تويتر من خلال النشر، من خلال التابعة إلى آخره من الأمور المتعلقة باستثمار هذه الوسيلة. لكل شيء إيجابيات وسلبيات، ما هي سلبيات السوشيال ميديا؟ الانجراف خلف المشاركة في تويتر. لما تدخل في تويتر توقع أنك لازم تشارك كل شيء وتطرح كل شيء وأنت تعرف كل حاجة في تويتر، هنا مشكلة كبيرة. لازم أنت تعرف ليش فتحت تويتر، وش سبب فتح الحساب، ماذا لديك من أهداف. وقتها سيكون وضعك مقنن ومحدد ومركز وفي فائدة كبيرة. ما رأيك بمن يعطون الأطفال الجوال بسن مبكر وبدون رقابة؟ حاليا ممكن ترتاح لأنك أعطيت الجوال، إذا بكى مثلا خلاص تبغى تسكت بهذا الشيء، لكن راح تجرع مرة راح هذا الأمر مستقبلا. والسبب في ذلك حتى بعض الأطباء يثبتون أنه الشحنة الزايدة، الكهرباء الزايدة، الصرع، أحد الأسباب الرئيسية استخدام الجوال، وأيضا كذلك استخدام الآلات الإلكترونية والألعاب بشكل عام. فتقنين الأمر مهم، الكثار فيه بيكون له تبعات في كل أمور الحياة. دائما إذا كثرت من شيء معين زاد عن حده ينقلب ضده ويكون له أضرار لأي شخص. فالتقنين مهم. كيف نستفيد من السوشيال ميديا؟ أفكر ودون وخطط ونفذ وأعد محتوى، وبناء عليه أعرف رؤيتي الواضحة في هذه الوسائل التواصل بشكل عام. لكن ما لدي شيء أفتح كذا ومع الخلق يا عالم، لا، مو صحيح. إذا لديك أهداف مقننة واضحة ومحددة، ثق تماما الثقة أنك ستصل يعني مكان وستصل إلى مواصير وتحقق أهداف وإنجازات عظيمة جدا، لأنك أنت دونتها من البداية ولديك هدف من البداية تنطلق من خلاله. لكن إذا بتفتح بس مجرد أنك تفتح، لا، أنا أقول يعني لا تبادر هذه البادرة وتتحمل ممكن إثمه بسبب أي يعني مشاركة أو أي شيء يصير في الانجراف خلف أي طرح يطرح، وأنت يعني ما لديك شيء مقنن أنك تدخل من خلاله أو أنك تشارك فيه. شكر الأستاذ محمد الشمراني على المعلومات القيمة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله. السوشيال ميديا هي لها شيء جيد وشيء مو جيد. شيء هو أن السوشيال ميديا بقناعة الشخص نفسه،
وشيء هو الجيد إيه؟ مثل إنه اهتماماتي مثل الطبخ مثل الرسم أو الأشياء هذه. الشيء اللي مو جيد إنه إنه أفتح مواقع مشبوهة ما هي صالحة لي، والسوشيال ميديا لها يعني شيء يعني لها خطر جدا ما هي جيدة يعني. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.